هو ده الكلام اللي احنا دايما بنقوله، هو ده الكلام اللي والله انا متفق يعني متفقين مع مروه من بدري، من قبل ما نعرف هذا الخبر. يعني احنا متفقين مع مروه من اول ما رجعت وقلنا لها ان انت هتبقي معانا يوم الاثنين، وبالتالي هي جت بظروفها كده سبحان الله، لانه يعني جايه في يوم برده صعب، صعب يوم صعب. لكن دايما احنا بنتعلم من جمهور الاهلي انت ازاي ترجع وترجع بسرعه، لانه انا عندي ماتش يوم الاربعاء، خلي بالك بدون الدوليين، ما هي دي مشكله. بعد كده عندي مباراه ثانيه، مباراه الزمالك، والكل يعلم مدى صعوبه هذه المباراه ومدى ان الناس كلها تبقى مركزه بس في ماتش الزمالك، في ماتشات الزمالك طبعا، ماتش القمه انت عارف الزمالك. طبعا ماتش القمه طبعا ملوش مقياس، يعني ما مين عالي مين مش في فورمه، مين عنده مشاكل مين ما عندوش مشاكل. احنا ما عندناش مشاكل، احنا يعني ده وارد انه يحصل. كان وارد بيتسو يلعب ولا قدر الله نخسر، ردود الافعال كانت هتبقى عكس كده خالص. فاعتقد ان دوت نصيب، اعتقد ان هو العلاقه وصلت لحد هنا، هي مصلحه للطرفين، سواء لبيتسو هيمشي بطريقه كويسه، مش هيمشي بهزيمه او مش هيمشي بعد مشكله كبيره حصلت، بالعكس وكان في تجديد ثقه ليه. لكن اولا واخيرا هي دي الرياضه، فاحنا بنتمنى له التوفيق، وانا واثقه ان جمهور الاهلي كله ان شاء الله رب العالمين، او ال 22 لاعب اللي هيكون موجود ان شاء الله، او 18 لاعب اللي موجود في اي قائمه في قائمه ماتش استر ان شاء الله يوم الاربعاء، وبعدين الزمالك، وبعدين بيراميدز. احنا قدها حدود ان شاء الله، النادي الاهلي ما يقفش على حد ان شاء الله باذن الله. طبعا لا اكيد هتبقى موجوده. وجود سامي قمصان ومسندس، معلش بدات معاكي بالكوره لانها دي حدث الغالب دلوقتي هو الكلام عن هذا الامر، لكن وجود سامي قمصان ومسندس ودعم سامي قمصان خلال هذه الفتره اعتقد ان هو واجب على كل جمهور النادي الاهلي. طبعا احنا دايما احنا ما كناش بنحب بيتسو موسيماني عشان بيتسو موسيماني، ما كناش بنحب مانيو جوزيه عشان مانيو جوزيه بالظبط. احنا بنحب اللي بيمثل النادي الاهلي، ايا كان مين بيمثل النادي الاهلي، اسم شخص هو في الاخر بيحط بادج النادي الاهلي وشعار النادي الاهلي على قلبه، فده بالنسبه لنا احنا كده كده مساندينه، فما فيش مشكله، احنا معالي الاخر. فاعتقد ان هي بس ردود افعال مؤقته حاليا، ومن حق الجمهور، خلي بالك انا ادي الحق للجمهور ان هو يقول كل اللي هو عايزه طالما ما فيش تجاوز، ما فيش مشكله خالص. لكن احنا مع سامي قمصان ابن النادي الاهلي، وعنده فتره بقى له فتره شغال مع بيتسو موسيماني، اكيد اكتسب خبرات كبيره جدا، عندنا ثقه فيه، وعندنا الثقه كمان في اللعيبه ان شاء الله رب العالمين، ان اللعيبه تثبت للجمهور ان النادي الاهلي ما بيقفش ولا على لاعب ولا على مدرب ولا على اي حد، لان هو ده النادي الاهلي. فاتمنى ان شاء الله ان احنا نكون قدر المسؤوليه، واللي قبل الاداء ان انت لازم يكون عندك قلب وروح. فانا بالنسبه لي الكوره مش مشكله، وارد تكون في يوم من الايام فنيا يعني واقع بالظبط، وارد يكون لعيب مش في مستواه طالع نازل، دي بتحصل في الكوره، حضرتك لعيب كبير وعارف. لكن الاهم من ده الروح، لازم يكون عندك حماس وقلب وعزيمه انك تقدر تحافظ على تيشيرت النادي الاهلي. هو ده اللعيب اللي احنا هنقدره فعلا، اعتقد فتره صعبه لكن احنا قدها، ودي اعظم حاجه فينا ان النادي الاهلي في الوقت الصعب بتلاقيه دايما واقف. ربنا كريم ان شاء الله. تشتيت الجمهور لاتجاهات معينه ان خلاص بيتسو مشي بسبب اصله قعدته، اصل مشيته، اصل بص المروه، بص الاسلام، بص العلي، بص الحسين، ما بيحبش فلان، ما بيعملش علان. اعتقد ان القصص دي هنسمعها كتير خلال هذه الفتره، ولكن انا شايفها في اتجاه التشتيت، ومن بعد كده ان انا اقول ايه، اصل فايلر راجع، اصل بيتسو رايح الزمالك، اصل بيتسو رايح بيراميدز، اصل بيتسو رايح الاسماعيلي، اصل بيتسو رايح مش عارف فين. انا اعتقد ان، وبرده صححي لي لو، انا بشوف ان ده ما يفرقش معايا كتير خالص وجوده، من يعني خلاص بالنسبه لنا بيتسو موسيماني شكرا على ال 20 شهر طبعاً. اللي جاي طبعا. جمهور النادي الاهلي دايما عنده مقوله عظيمه جدا، يعني نحن من نصنع النجوم ولاجلنا تلعب كره القدم. احنا اللي بنعمل لعيبه، احنا بنعمل مدربين، اسم النادي الاهلي هو اللي بيعمل لعيبه وبيعمل مدربين. ف بيتسو عمل مرحله عظيمه بالنسبه لي، تجربه يعني نسبه نجاح ما بين 90-95%، ده تقديري انا. في ناس تانية شايفاها 70-80، مفيش مشكله خالص. دلوقتي احنا بدانا مرحله جديده، ف متفقه مع حضرتك طبعا في الكلام اللي انت قلته، ان الكلام اصلا بقاله فتره كمان، خلي بالك لحد امبارح بالليل اصلا في ناس كتير قوي من الاعلام بتقول ان هو مكمل وقاعد، ودي عظمه النادي الاهلي ان انت الاعلام مش عارف حاجه عنك بالظبط، انت قافل على نفسك. كل الناس النهارده اتفاجئت ان بيتسو موسيماني مشي، ومشي بطريقه محترمه جدا، وهو كمان كتب طلع بيان محترم، والنادي الاهلي عمل برده بيان محترم، والعلاقه انتهت هنا. فجمهور النادي الاهلي خلي بالك ذكي جدا، جمهور واعي جدا، بيقعد يسمع يسمع يسمع، لكن في لحظه معينه مش هيستحمل او مش هيقبل ان حد يجي على فرقته او على ناديه او على مجلس ادارته او على جمهوره او على اي حاجه. فجمهور النادي الاهلي جمهور واعي جدا جدا. اي نعم ساعات بنتعصب شويه، ده طبيعي وقت طبعا وقت الهزيمه، وقت ان خسرت بطوله بتبقى زعلان، تاني يوم الصبح بتلاقي
كل جمهور النادي الاهلي ورا فرقه النادي الاهلي. فاعتقد ان احنا جمهور واعي، اعتقد ان احنا جمهور عنده الثقافه ما تكفي ان احنا نقدر نقف جنب النادي الاهلي ونقدر نقف جنب فريقنا، ومش هيفرق معانا اي كلام من اي حد في الاعلام يعني. لا طبعا مش هيفرق، لانه بنشوف حاجات كتير، ولسه زي لسه انا كنت بقول انه احنا خلال هذه الفتره الكل هينظر لشيء واحد فقط، زي ما قلت لك كده، قعده بيتسو كان قاعد اصله مع مين؟ طب هل هو جه اساسا ولا ما جاش؟ والله ده بيتقال كده، هل هو جه ولا ما جاش؟ هل هو سافر ولا ما سافرش؟ هل هو في النهايه احنا كجمهور النادي الاهلي وزي ما انت بتقول يا مروه خلاص هي نقطه بالنسبه لنا، نقطه وانتهت خلاص، او نقطه ومن اول السطر يعني ما انتهتش، لانه هي عاش معانا 20 شهر من البطولات والانتصارات، ثالث العالم مرتين، افريقيا مرتين، عد زي ما تعد. زي ما انت بتقولي قد يكون بالنسبه لك 90%، قد يكون بالنسبه لي 70 80%، قد يكون بالنسبه لحد تاني هو فشل فشل ذريع. صح بالظبط. وده اللي بيحصل في السوشيال ميديا، او ده اللي داير ما بين الجمهور، وده انا شايفاه ان هو ده طبيعي يعني. كلنا مش هنتفق على شخص واحد يعني، حتى مانويل جوزيه نفسه في ناس كتير قالت لك لا كان موفق ما كانش موفق، كان ما كانش، ده وارد، دي رياضه يا جماعه، دي كوره بتحصل. لكن الاهم من كده هو الفريق، الاهم من كده اللحظه اللي احنا عايشينها دلوقتي. بيتسو دلوقتي بقى ماضي الواقع، بالظبط بقى واقع، الواقع ده اهم مما في بيتسو دلوقتي بقى ماضي وتاريخ عظيم في تاريخ النادي الاهلي، خلاص نقطه من اول السطر. شكرا. اللي زعلان زعلان، اللي فرحان فرحان، مع انا واثقه من بكره الصبح هتلاقي جمهور الاهلي مركز في الماتش اللي جاي، بس هي دي المهم ان احنا ازاي نقفل على الفرقه. ودي الفكره بقى ان سامي قمصان اللي هتبقى مهمه جدا بالنسبه له، انت ازاي تقفل على الفرقه؟ مزبوط. ازاي ما توصلش كل اللي بيحصل ده في السوشيال ميديا، انك هتلاقي كلام كتير جدا جدا النهارده في الاعلام وفي الراديو وفي كل حته، فجاه هتلاقي الناس بتمجد في بيتسو موسيماني مع انهم هم كانوا بينتقدوه امبارح. فهو ده يعني هو ده النادي الاهلي يعني، دي ضريبه انك انت نادي كبير، ضريبه ان انت نادي مكتسح كل البطولات. فاحنا مش هنسمع للكلام ده كله، الموضوع انتهى على لحد هنا وخلص، ونتمنى ان شاء الله وعندنا ثقه باذن الله ان المدرب اللي جاي نقدر نوفر له البيئه المعتاده في النادي الاهلي، الهدوء والشغل والامكانيات، وباذن الله النادي الاهلي ما بيقفش على حد يعني.